السادة المشاهدين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. دوار الشمس. دوار الشمس محصول حولي صيفي، من أسمائه عوينة الشمس أو زهرة الشمس، وكل هذه الأسماء تدل على ظاهرة الانحناء الضوئي لهذا النبات. الاسم اللاتيني هيليانسوس آنوس، يتبع الفصيل النجمي أستيراسي. أزهاره صفراء قرصي ذات لسينات لجذب الحشرات وهي عقيمة، وأزهار قرصية التي تكون البذور. استعمله الهنود الحمر في صناعة الخبز، ولهذا المحصول استعمالات متعددة، حيث يتخذ كنبات زينة، وتستهلك البذور محمصة، ويستخرج منها زيت دوار الشمس، ويستخدم المشموع الخضري في صناعة السيلاج أي العلف المخمر. وفي مجال الكيمياء تستخدم الورقة ككاشف لقياس درجة الحموضة. وأضعكم مع صور لهذا النبات. شكرا لحسن المشاهدة. من عنده اقتراحات أو رأي اكتبوها في تعليقات، ودمتم سالمين.